سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي. نفتتح منتدى الحوار والنقاش. بدي أتمنى من اللي ما بيحكوا عادة عملا بنصيحة الدكتور زياد أنه يتشجعوا ويسجلوا طلب كلام لنعطيهم الأولوية برضا الذين يشاركون عادة واللي بيرغبوا يسمعوكم مثل ما نحن بنرغب نسمعكم. رح أعطي الكلام أستاذ عادل، تفضل. السلام القدس عليكم جميعا أستاذ ناصر وجميع الحاضرين. أريد فقط أستاذ ناصر هنا بعض النقاط، أنه يعني أردت يا ريت الإشارة إلى تحريك ما يحدث يعني في ناغورني كاراباخ على جبهة تتم لما يجري فيه. لما يجري، وأعتقد يعني أنا رأيتي أنه هو دور تركي أكثر منه، يعني يريد أن يثبت حضوره في الساحة كمفاوض، ولا ربما يريد أن يأخذ أدوار في الأزمة. نحن هنا في الجزائر في انتظار زيارة بلينكين. صوت الطفل؟ والله هي قطة يعني. طيب يلا لحظة. نحن هنا في الجزائر في انتظار زيارة أنتوني بلينكين. المطلب يعني واضح، انه يريد ان يطلب من الجزائر ضخ مزيد من البترول والغاز. يعني صراحه لا يمكن التنبؤ، لانه الوضع في الجزائر يعني ما بين ضغط. انا رح اجاوبك، ما عندهم امكانيه الجزائر فنيا هلا، قبل سنتين ما عندهم امكانيه الغاز. يعني هم يريدون ان تخفف ولو وطأ قليل على ما الكميه التي سحبت بعد ان اوقفت الجزائر الانبوب الذي يمر للمغرب الى اسبانيا. يعني هم يريدون ولو كنفس اكسجين. من ناحيه اخرى استاذ ناصر، يعني اريد التنويه انه ربما نحن اعلاميين مقصرين خاصه في بعض اللقطات. يعني منذ قليل لما تحدثتم عن الجزيره نلاحظ حتى اعلاميين الجزيره بما فيهم حتى الاعلاميين الجزائريين، زياره رئيس الكيان الصهيوني الى اردوغان وذلك الاستقبال بالخيول، يعني مرت كصمت القبور. يعني لم نلاحظ ولا تعليق من الجزيره، يعني حتى اعلاميين للاسف الجزائريين الذين يعملون هناك وفي صفحاتهم يندد دون بالدور الإماراتي. حركش فيهم. أكيد. ومن ناحية أخرى أستاذ ناصر، يعني أنه يعني ولو أنا ربما كنت مشغول قليلا ولكن تابع الحلقات ولو بالتسجيل، بالنسبة للضربة التي قاموا بها الإيرانيين للكيان الصهيوني في أربيل، يعني هي أيضا أنه فكرة أنه يعني صدعوا روسنا، يعني في العوام أنه إيران تستعمل تقاتل بأذرعها ما يسمونهم، يعني هم بأذرعها وميليشياتها إلى آخره، ولكن لما ضرب الحرس الثوري يعني مباشرة وبإعلان لم يتحدث أحد أنه ها هي الحضور الإيراني. ونحن ربما قصرنا في ترويج الفكرة، يعني هذا ما كنتم تدعونه طيلة سنوات، يعني هذا الدليل يعني من ناحية. وبينما الأمور في روسيا أعتقد أنه أنت وفيت وكفيت، لأننا نشهد البطء اللي رايح الأمور، أنه صراع كبير. نتمنى إن شاء الله وطأة تكون خفيفة. يعني إحنا يعني الأزمة الاقتصادية أصبحت بكل وطن عربي منهم نحن، يعني حسب وطأتها يعني بطريقة متسارعة يوميا في السلع. نتمنى إن شاء الله إحنا تكون أقل، رغم أنه في ممكن نصبر إذا كان راح يكون نتائج على المستوى العالمي تكون أحسن إن شاء الله. وسلام القدس عليك. شكرا شكرا، وعليكم سلام القدس. شكرا. أستاذ مدحت تفضل. سلام القدس عليكم. سلام القدس عليكم. أنا الحقيقة اليوم برضو حسب الفكرة اللي مشينا عليها نأخذ نقطة واحدة من النقاط ونحكي فيها. بارك الله بس فيك. مبادر الله ده. يخليك. للتذكير أستاذ ناصر، الحلقة الماضية مفروض الأستاذ زياد يحكي أول واحد، بعرفش أنتوا نسيتوا له ترتيب تاني ولا بحب الأستاذ والله زياد. أنا اللي نسيت. يعني للتذكير. ايه هلا بنعطيه وراك الكلام منشان ناخذ فرصه ما نكون استهلكنا بالكلمات. انا بدي اركز على القمم التي تجري في المنطقه. طبعا هذه القمم هي عباره عن، ليست قمم صخريه انما هي كثبان من الرمل، ونتيجه كثرتها بطلنا نعرف مين مع مين وامتى وكميتهم وهدول ليش. لكن بدي اربطها كلياتها بسياق واحد. يحاول هذا الكيان المؤقت انشال تكتل اقليمي منافي لهوية الإقليم ومصالحه، لكن لكل تكتل يجب أن تكون هناك فلسفة وعقيدة
وأهداف غير متعارضة، بل يجب أن تكون الأهداف متجانسة. لكن هؤلاء أنا بسميهم أيتام أمريكا التي تخلت عنهم، يحاولوا إرسال رسائل لإيران ولأمريكا، لإيران بأنهم قوة رغم تخلي أمريكا عنهم، ولأمريكا أنهم لا زالوا قوة مؤثرة في المنطقة. طبعاً ما الذي يجمع الكيان المؤقت مع عرب في تكتل واحد ضد قوى عربية وإسلامية مثل إيران وحزب الله وحركات المقاومة؟ هذا الكيان في مأزق وجودي، وتم تعريته على المستوى الاستراتيجي، فحركات المقاومة أفقدته هيبته وأصبح مكشوفاً في الإقليم. نعم. يحاول هذا الكيان التقرب من دول عربية ليكون جزء من تحالف دفاعي، فيحاول الانتشار في اليمن عن طريق الإمارات في سوق قطرة الجزيرة اليمنية الاستراتيجية على بحر العرب، يحاول الانتشار في قطر في البحرين بشكل قواعد، أو حتى في السعودية على شكل نشر صواريخ. ومن هنا ممكن أن نفهم طبعا هو يحاول أن يهرب إلى الأمام، فهو محاط من الداخل بحركات مقاومة ومحاط من الخارج بمحيط مقاوم. ومن هنا ممكن أن نفهم الدعوة المتكررة لسحب القوات الإيرانية من سوريا، فهو يريد من سوريا أن تفك علاقتها بحركات المقاومة وأن تتخلى عن الدعم الإيراني من أجل تحييد سوريا. ويبدو أن أحد شروط الكيان لعودة سوريا للجامعة العربية عن طريق العرب هو أن تصبح يعني سوريا دولة عربية مثل الدول العربية الأخرى، دولة صديقة ويمكن التعامل معها على طريقتهم. طبعا أنا هنا بدي أحاول أشير لدور مصر. نعم. للأسف يعني إحنا مصر نطلع لها كقوة إقليمية ومنحب مصر ونحب أن تأخذ هذه الدولة دورها، لكن للأسف يبدو أنه العرقلة المحطوطة أمام سوريا العودة إلى الجامعة العربية هي عقبة مصرية. يبدو أن مصر تأخذ موقف انهزامي وانبطاحي، انبطاحي تجاه الغرب وانهزامي بمحاولة الاستثمار على الخلاف الخليجي الإيراني من أجل أن تكسب هي مكاسب لنفسها وليس للأمن القومي العربي ولا للمصري. طبعا هذه الكيان المؤقت حتى يتفرغ الكيان لإيران في محيطها تحت شعار مكافحة الإرهاب. ومنه ممكن أن نفهم سبب الانزعاج والصراخ في الكيان لعملية رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، فهو يفقدها المبرر والشرعية لتوجيه ضربات له في سوريا. صحيح. ما يريده الكيان أن يكون ضمن تحالف عربي لمحاربة الإرهاب، وهو يعني بالإرهاب حزب الله وحماس والحرس الثوري، وهذا يعبر عن أزمة ولا يعبر عن فائض قوة. والدور العربي للأسف يمد بإكسير الحياة من أجل أن يطيل قليلاً في عمره. طبعاً هذا كله عبارة عن وهم. ليش؟ لأنه سيبقى هذا الكيان جزء غريب في المنطقة، وهذه التحالفات كلها ستكون تحالفات هشة بلا قاعدة شعبية أو تاريخية أو ثقافية أو ذاكرة جماعية ممكن أن تشكل عقيدة. اثنين، سوريا لن تفك تحالفها مع المقاومات ولن تفك تحالفها مع إيران. ثلاثة، لوائح الإرهاب لا تعني لحركات المقاومة شيء، فقالها السماحة السيد حسن بلوها واشربوا ميتها، ولا تؤثر على عمل المقاومة وإصرارها على بذل التضحيات والجهد في سبيل مجابهة هذا العدو. أربعة، الاتفاق النووي لا يؤثر على إيران، أجل اتفاق ما أجل اتفاق، إيران بنت اقتصاد مقاوم وتسير وفق خطة معينة، تقوم بتصدير بترولها كما تفضلت، وبالتالي أجل اتفاق أهلا وسهلا ما جاء أهلا وسهلا. لذلك مطلوب من شركاء هذا الكيان أن يعيدوا تقييم الأمور حتى لا يسقطوا يوم سقوطه. أكتفي بهذا القدر، وسلام القدس عليكم. شكرا وسلام القدس عليك أستاذ مرحب، عفاك الله. أستاذ محمد تفضل. عفواً دكتور زياد، لنا دكتور زياد. سلام القدس عليكم جميعاً. سلام القدس عليك. يعني في ثلاث ملفات بدي قربها بشكل سريع. أولاً منطلق باللي تفضل فيه أحمد حات في موضوع مصر،
أنا علينا أن لا نتسرع بإطلاق الأحكام على مصر لعدة أسباب، يعني هي اللي بحد ذاتها بتستوحب حلقة للشرع، ولكن النقطة الأساسية إنه النظام في مصر مخادع ويوحي للغرب أنه متماهي معه. ليش بدك اليوم مصر لما تغيرت موازين القوة بشكل كاسر لمصلحة محور المقاومة على صعيد المنطقة والقتل الأوراسية على صعيد الدولي، ليش بدك هلا ياخذ موقف معادي لهذا الموقف لما بكان موازين القوة لصالح المحور الغربي ولصالح محور الرجع في الدول العربية ما أقدم على القرار على المشاركة في ضرب سوريا؟ يعني كمان بدنا ننتبه على القضايا الاستراتيجية. مصر يحكمها العسكر وليس الطبقة السياسية، وهدول بيفكروا استراتيجيا. هلا قد نوافق او لا نوافق على تكتيكاتهم، ولكن لا يجب ان نبني على بعض الاشياء عم بيبيعوا من كيس ناس غيرهم مش عم بيبيعوا من كيس حالهم. انا في رايي في كل ما يسمى بالتنازلات، انا بعتقد انه بدك مصر سنتين ثلاثه لتستكمل التمكين الاقتصادي تبعها، ما تكون تحت رحمه اما خليجي او غربي والى اخره. عم بيتبع نفس الأسلوب اللي اتبعه بوتين من 2000 لل 2008. يعني ما ليش من 2008؟ ننسى أنه روسيا شاركت بقمة شرم الشيخ، ننسى أنه روسيا والصين كانوا بدهم يحطوا المقاومة على لائحة الإرهاب. طيب هذا تغير الوضع، إذن علينا نتريث. أنا ما معناته أنه بعطي الصك براءة لمصر، ولكن أنا لا أعتقد أن الأحكام الجارفة بحق مصر هي أحكام يعني في مكانها على الأقل من وجهة نظري. فيما يتعلق بالملف الأوكراني، صحيح بالسيناريوهات اللي تفضلت فيها أخ ناصر أنه قد تكون العملية مطولة، ولكن اللي عم شوفه وعم بقرأ وعم تابعه أنه الغرب بقى في ينطر. الغرب صار مستعجل على حاله. اليوم الصبح وزيرة خارجية ألمانيا بتقول تنسحب روسيا من أوكرانيا ونرفع جميع العقوبات، بينما كان هدف العقوبات مش لمنع روسيا من الدخول إلى أوكرانيا أو لأن دخل، كان هدف العقوبات قلب النظام في روسيا عبر زعزعة الاستقرار الداخلي وعبر الانهيارات الاقتصادية اللي كانوا هنا متوقعين تصير وما صارت. انقلبت الآية. أضف إلى ذلك أنه البديل عن الغاز الروسي لن يتحقق قبل 2027 أو 2030. طيب شو بيعمل من هون لوقتها؟ هذا لو حتى لو صار هيكون بكلفة 10 أضعاف الكلفة الموجودة. صحيح. بمعنى أنه عم تقول أمريكا لألمانيا أنت بدك توقف التصنيع. صحيح. أنت عم نضربك القدرة الانتاجية تبعيتك، وبطبيعة الحال عليك أن تصير دولة تافهة. هيدا الألمان مش هيقبلوا فيه. وأنا تقديري أولاف شولز بلش يتراجع، وإذا مستا دار يعني عمل استدارة أنا تقديري حيطير. هيدا بالنسبة لأوروبا. اليوم ماكرون بيقول لا يوافق على الكلام اللي أطلقه الرئيس بايدن على 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 بوتين إنه رجل مجرم حرب وإلى آخره، إنه هالكلام له تداعيات سياسية تمنع أي حل سياسي. إذن الهدف الأساسي من الحرب على أوكرانيا، الحرب يعني استدراج روسيا بأوكرانيا، هو لتوحيد الموقف الأوروبي. يبدو هذا الموقف الموحد عاش أبو 10 أيام وهلأ بتفكك، لأنه المصالح الفعلية التي تواجه المجتمعات الأوروبية لا تستطيع أن تغطيها الولايات المتحدة. وهذا تجلى في قمة الأطلسي وقمة الاتحاد الأوروبي اللي صار من 3 أيام مع بايدن، وتبين أن الأوروبيين منوا ناويين ولا موافقين على التصعيد لا الاقتصادي وغير الاقتصادي في موضوع أوكرانيا، أنه هلأ عم يفتشوا على مخرج ليتلفلف الموضوع. هلأ المستعجل صار الأوروبي مش الروسي، وإن كان الوضع الميداني في أوكرانيا حسب التقديرات الموثوقة بالنسبة للمواقع اللي عم تطلع عليها الروسية وآسيوية، إنه من هون لنهاية شهر نيسان
بيكون اكتملت الخطة العسكرية وأنجزت أهدافها العسكرية. هلأ لأنه سرعة الانهيار للقوات الأوكرانية تتصاعد بعد الحصار وبعد الاستيلاء على مراكز استراتيجية، حوالي ثلثين للجيش الأوكراني اليوم محاصر بشكل كلي، ولم يعد يستطيع أن يتمتع بخدمات المراكز السيطرة والقيادة. إذن مجموعات عسكرية بدون رأس، لا فعالية ولا قدرة على التحرك. إذن موضوع الأوكراني أنا في رأيي هيكون له تداعيات أضعاف أهميتها من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. هذه نهاية الحلف الأطلسي أنا في رأيي، وهذا نهاية أيضا بداية للانبطاح الأوروبي تجاه أمريكا، لأن المصالح الأوروبية صارت مصالح حيوية مش مصالح ترفية، صارت وسط وجود في استحقاقات بدون توجه الحكومات ما بيقدروا يواجهوه، ما في عندهم رد. ولما بيقول لهم بايدن بالخطاب بكل برودة إنه نعم بدكم تتحملوا ارتفاع الأسعار وبدكم تتحملوا نقص المواد الغذائية، هذا ما كلام ما بينصرف. الأمريكان يروح يقولوا للأمريكان، وصل لك على الأمريكان إنه هذا الموضوع الشق الأوروبي. أنا بعتقد بدنا نشوف من هلأ لنهاية الربيع المزيد من التصدعات والخروج عن الصف الواحد، هذه واحدة. والملف الثالث اللي هو أمريكا. أمريكا أنا تقديري نحن عم نشوف، أنا عم لاحظ إنه في تباشير لانقلاب دستوري على بايدن. منذ أسبوعين أصدرت صحيفة الواشنطن بوست مقال تقول أن الملف الذي تم إخفاؤه خلال الحملة الانتخابية بال 2020. على فكرة بكمل الحملة مش هيك دكتور زياد؟ يعني عم شوف مقالات جديدة عن القصة. نعم وصل لك حالا، بلشت ان نقطة الانطلاق نقطة التحول كانت نيويورك تايمز. انه اللي اجى في هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق الحاسوب تبع هانتر بايدن ابنه الذي يفضح الفساد تبع هانتر بايدن ووالده يعني الرئيس بايدن في اوكرانيا، بالاضافة للفضائح الجنسية كانت تقود كافية لإجباره على التنحي. هيدي أول واحدة. اثنين طلع مقال من شي أربعة أيام خمسة أيام بالجارديان كمان بدين إنه الإدارة الأمريكية، وهذا كله جاي معلومات مسربة من أمريكا مش إنه العبقرية صحيفة الجارديان في حد أعطاها. يعني بمعنى آخر القوى المتحالفة التي أوصلت بايدن عامل تقرير مفصل. كيف؟ ديلي ميل عامل تقرير مفصل كمان عن ابن بايدن. ديلي ميل مصداقيته أقل من من الجارديان، يعني في التراتبية مثلا الفاينانشال تايمز، بعدين عندك الديلي تيليغراف، بعدين عندك الجارديان، بعدين عندك الديلي ميل. هذه الصحف التي كانت يعني مؤيد لبايدن اليوم تغيرت هذا في أوروبا، لكن في أمريكا بلش الإعلام ينتقد. اليوم امبارح ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو من الصقور المتدخلين وضد روسيا وعائلة الحرب البرمية، يقول سياسة بايدن خاطئة ويجب إعادة النظر فيها. اللي بيقولوا أنه القوى المتحالفة اللي أوصلت بايدن إلى السلطة بدأت تتململ. أولاً عندك اللوبي النفطي اللي ما كان يبلع قرار بايدن بإقفال خط الأنبوب من ألاسكا لأمريكا، واللي خلق نوع من الضيق في الاحتياط النفطي، إضافة للقرارات اللي فرضت على روسيا بالنسبة للنفط والغاز أدت إلى عدم استقرار بالسوق النفطي. صحيح أن الشركات استفادت من ارتفاع الأسعار وأرباحها، ولكن بالمقابل هالارتفاع يعني بيرافقوا عدم استقرار اللي ممكن يخربط كتير حسابات استراتيجية للوب النفطي. إذن اللوب النفطي منزعج منه. أهم من كل ذلك اللوب المال، المؤسسات المالية
اللي مثل جولدمان ساكس مع الاتحاد الاحتياط الفيدرالي الاتحادي البنك المركزي الامريكاني اللي حذروا بايدن اياك ثم اياك تقدم على تأميم او مصادره اموال الاحتياط تبع روسيا لانه هذه جريمه لا تغتفر. ما رد بشهور مرد لانه انا بايدن بعتقد خارج الوعي، ولكن الزمره التي تقوم هيك يعني اللي هي من بلينكين وجاك سوليفان وفيكتوريا نيولاند، سوليفان بلينكين ونيولاند هذول يهود اوكرانيين عندهم تصفيه خاصه، تصفيه حسابات خاصه مع روسيا مش الاتحاد السوفيتي، مع روسيا. اقدموا على كل هالرزمه من الاجراءات التي وضعت الجميع أمام الأمر الواقع، واللي كان متوقع بوتين عمل الحساب هيدا، عارف أنه حيقضوا على مصادرة الأموال مثل ما صادروا أموال فنزويلا، مثل ما صادروا بالزمانات أموال الشاه، مثل ما صادروا أموال ليبيا، مثل ما صادروا مؤخرا أموال أفغانستان. صحيح. يعني بهالطعم اللي عطاني هذه مثل لعبة الشطرنج اسمها الكوين جامبت، مناورة الملكة، عطاهم بيضة بنص الطاولة متفضلوا كلوا، إذا خدوه خسروا التفوق استراتيجي للسيطرة على وسط الطاولة، وهذا هو الهدف الاستراتيجي بلعبة الشطرنج، إن عطاهم طعم وأكلوا. وهلأ صار المصداقية لأي مستثمر في أمريكا أو في الغرب صارت مضروبة، لأنه ما بقى في شيء بيحمي استثمار الأجنبي في هذه الدول، وخاصة لما بيجي بوريس جونسون بيقول علينا أن نصادر الذهب الروسي. يعني هذه الطغمة الحاكمة في أوروبا وفي أمريكا فاقدة لحد الأدنى من المعايير التي تحافظ على الثبات واستقرار في العلاقات الدولية. لما تقدم على المحرمات اللي هي المس بالملكية الخاصة وأموال الدول، بقى صار كل واحد بده يعيد حساباته، وهذا أعطى مصداقية للمشروع الصيني الروسي بإنشاء منظومة مالية موازية. بنفس الوقت اللي كان عم بياخذوا القرار، بعد ما أخذوا القرار بوضع اليد على الاحتياط الروسي، صار في مؤتمر بيريفان للدول المشروع الاقتصادي الأوراسي اللي بيضم أذربيجان، اللي بيضم بيلاروسيا، أرمينيا، روسيا، طاجكستان وأوزبكستان، أخذوا القرار بتحضير المسودة للنظام عنه شهرين، هيقدموا النظام المسودة للهيكلية للمؤسسة والنظام الداخلي. وأيضا هيدي متماهية مع النظام اللي موجود بالصين، يعني حيصير في تشبيه بين النظام الروسي الأوراسي ونظام منظومة شنغهاي والمنظومة الهندية، لأنه الهند اللي نهس فينا كل الناس هي الجائزة الكبرى من كل هذا الصراع اللي كانت مترددة أن تكون مع أمريكا مع الغرب ومع روسيا. أتت الأحداث جبرت الحكومة اليمينية تبعت مودي أنه تتحالف مع روسيا، وبدأ تحسين العلاقات المتوترة تاريخيا بين الهند وبين الصين، مما جعل أنه مشروع محاصرة الصين من قبل مجموعة الكواد انتهى. بالنسبة لهيك أنه فشل على السياسة الخارجية، فشل بمحاصرة روسيا وخاصة المشروع الأوكراني، كل ذلك عم يتراكم داخليا. الكلام اللي عم بسمعه ببعض الأروقة انه هيك هيك جاي انتخابات بالنصفية وحيجي تسونامي جمهوري بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقوم بمحاكمة بايدن وهاريس والإطاحة بهما، وساعات تطول الرئاسي رئيس مجلس النواب اللي بيكون جمهوري. ممكن يكون في خطوة استباقية من الحزب الديمقراطي والإطاحة ب شو اسمه ببايدن وهاريس، خاصة أنه طلع حيطلع كتاب حينشروه بثلاثة أيار من صحفيين بيشتغلوا بنيويورك تايمز، كلام منقول عن جيل بايدن زوجته لبايدن
انه هي لا كانت تريد ان يكون تكون كمالا هاريس نائبه لانه مجذوبه ولا يعني نشرتها بتطلعوا بالناس. اذا التصدع داخل البيئه الحاكمه يعني النائب الرئيس والرئيس موجوده، هذا ما كان له يصير لو في مباركه من القياده الديمقراطيه انه علينا نتخلص من هذا العبء. ساعتها بشغلوا الماده 25 بتنحى كل من رئيس الجمهوريه ونائب الرئيس، وبيجي ساعتها رئيس مجلس النواب اللي هي كمالا نانسي بيلوسي. هذا ممكن يصير احتمال، هلا احتمالاته ما بتتجاوز 25%، ولكن الاحداث كل يوم عم تطلع بفضيحه جديده حيزداد الضغط. امتى حقدموا عليه؟ الله اعلم. بس اذا حصل هذا معناته انه حتى لو صار في خساره بالانتخابات النصفيه بيحافظوا على موقع الرئاسي ليحضروا الانتخابات ال24. اذا في جو داخلي متوتر كليا في الاداره الامريكيه، داخل الاداره الامريكيه عم ينعكس على المصداقيه لاي قرار سياسي على الصعيد الخارجي اللي سيؤدي الى شد الفعاليه. يعني في الملخص ان الوضع الامريكاني حالته تعبانه، الوضع الاوروبي في حال التصدع، النصر المطلق عسكري وسياسي واقتصادي سيكون لروسيا ومن تحالف معهما، وهذا عم نشوف ارتداداته بالمنطقه وان كان باشكال خجوله، ولكن الايام القادمه ستؤدي الى المزيد من وتيره في هذا التصرع. وبعتقد انه هذا حينعكس ايضا على الواقع اللبناني، انه الترددات والارباك في التعاطي مع القضايا الخارجيه حينحسم، لانه حيكون في حد ادنى من التغطيه الغربيه للتوجه شرقا وحل المشاكل الاقتصاديه في لبنان. وشكرا. شكرا يا دكتور زياد كالعاده. بدي اعطي بس لناخذ فكره عن اللي عم بصير بفلسطين. اخ علاء بركات، صارت عندك صوره وافيه ولا بعد؟ سلام القدس عليكم جميعا. سلام القدس عليكم. اللي الاخبار المتداوله حاليا في مدينه الخضيره في 48 هي جنوبي الناصره، جنوب غرب الناصره، عمليه لحد الان عمليه فدائيه مكونه من شخصين بلباس متدينين يهود قاموا باطلاق مع رشاشات باطلاق النار على المستوطنين اللي في المدينه غاد باشتباكات كانت هو ما الفيديو، اشتباكات على المارة، وعلى حتى لما دخلت الشرطة طخوا على الشرطة الإسرائيلية وبعدين الترين استشهد. لحد الآن أعداد بقولوا بين 4-5 قتلى وفي كمان 5 إصابات خطرة. هذا المتداول حاليا. كانت أول مش معروف إذا العملية كانت على خلفية إجرامية أو خلفية عملية فدائية، اللي تأكد حاليا إنها عملية فدائية بشخصين ملتحيين حتى اللحى كبار، يعني من وين هم لحد الآن مش عارفين الشخصين، هل هم من داخل ال 48 زي عملية النقب أم هم من الضفة الغربية؟ هلا إذا كانت من ال 48 زي عملية النقب قمة الخطورة على الكيان الصهيوني. والأهم هو هذا الخط البياني اللي عم يطلع لهالنوع من العمليات. يعني نحن نشهد منذ عملية سيف القدس خط بياني صاعد لعمليات يبدو أنها فردية لكن هي تعبر عن تحول في مناخ شباب فلسطين وصباياها باتجاه الدخول إلى خط العمل المسلح. الهيئة الاحتجاجات السلمية، الهيئة بالفيديو اللي حضر اللي حضرته قبل شوي أنا على الفدائيين الاثنين مش صغار في العمر، بين الثلاثينات وأول الأربعينات للشخصين هدول، وهيئتهم بلباس اللي هم لابسينه هيئتهم من داخل الثمانية وأربعين. أنا ما بزم بس هيك مبينين. وزي ما كانت الأسبوع الماضي في مدينة النقب، يعني التحولات الداخلية، احنا ما بنحكي عن أشخاص بطلعوا من الضفة الغربية على داخل الثمانية وأربعين على الكيان الصهيوني، نحكي من المجتمع العربي اللي حمل الجنسية الإسرائيلية، وهذا خطر كبير على الأمن القومي للكيان الصهيوني. أحسن. آه
اللي بيصير حالياً أن هنا تخوف كبير من الكيان إدارة الكيان الصهيوني أو حكومة الكيان الصهيوني بالذات في رمضان القادم على أن يكون هناك تحولات استراتيجية زي سيف القدس، وعمالهم بكل الطرق بيحاولوا مع سلطة أوسلو مع مصر مع قطر على أنهم بأي طريقة كانت أنهم يحبطوا أي عمل لو كان ضربة حجر. فقطر قدمت قبل كم من يوم امبارح قدمت 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية مقابل من 500 مليون دولار 100 مليون للقدس. طبعا بيوصلوش احنا نحكي، بس انا على اساس كيف انه يكون في دعم مادي لإسكات اي تحرك ان كان. هناك عدة لقاءات سرية بين المسؤولين الأمنيين في سلطة أوسلو والسلطات الإسرائيلية على أن يكون حفاظ على أي الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية، اللي بحال أنه صار أي مواجهة لو مظاهرة أنه الأمن الفلسطيني يكبح جماح هذه المظاهرة. هذا كله من التخوف الإسرائيلي في رمضان. بلدية القدس، بلدية الاحتلال في القدس كانت كل سنة هي تمسك كل مكونات الحياة في رمضان. السنة هاي رفضت تمسكها وحكت أنا ما إلي دخل بسبب إذا أي عملية بدها تصير في القدس، وأعطت المسؤولية وحربتها على قوات الشرطة في مدينة القدس. التحاليل الاستراتيجية بتصير في الوقت الحالي من ضمن المحللين العسكريين الإسرائيليين إنه شهر رمضان راح يكون شهر مخوف جدا، مخيف جدا للكيان الإسرائيلي، بحال إنه العمليات راح تتصاعد في رمضان، راح يكون هناك مواجهات كبيرة في رمضان بسبب إنه تداخل الأعياد اليهودية بوقت رمضان. خلينا نتفق نحن الأسبوع القادم كونه أول يوم من أيام رمضان، عدد من الزملاء، يعني أنا بقترح أنت أخ على الأستاذ باسم شراب، الأستاذ محمد البرغوتي، وما بعرف إذا في حدا غيرهم بحب أن يشارك، الأستاذ مدحت، الأستاذ خالد دياب، من يرغب بأن يعد لنا يعني 5 إلى 7 دقائق كل واحد عن الموضوع الفلسطيني، عن مستقبل الصراع الآني، مش عم نحكي بالأبعاد الاستراتيجية، يجمع معلومات ومعطيات وتحليلات، وناخذ 4-5 مداخلات تحت هذا العنوان، ونخصص يعني حلقتنا المنتدى تبعنا الأسبوع القادم، منتدى النقاش يكون محوره استشراف انعكاسات هذا المناخ الدولي والإقليمي المتغير على مستقبل الصراع داخل فلسطين في ضوء الديناميات الذاتية التي بدأت تبرز باتجاه ارتفاع منسوب الصراع. فمن هون للأسبوع القادم يعني أنا طبعاً أنا باعتقادي ما قصدت على وجه التحديد، ممكن أستاذ سميح أيضاً، الآخرين يعني أي حد من الزملاء يشعر أن لديه من المعطيات ما يسمح بأن يقدم يعني تحليلاً مستنداً إلى معطيات ومعلومات يساعدنا في الاستشراف بشكل مشترك. أستاذ حكيم كمان يمكن أنا نسيته، والآخرين طبعاً راح أقرب أنا على استعداد إن الله راضي كبدي عندي وقت أسبوع اللي أنا راح أحضرها بالذات عن منطقة القدس واستراتيجيتها للمرحلة القادمة إن شاء الله. شكراً شكراً. بالصراع القائم. راح أعطي. بس أنا بدي أضيف عليه إنه الكيان الصهيوني في المرحلة الحالية. نرجع لك الأسبوع الجاي أستاذ علاء. أستاذ باسم شراب، أستاذ محمد أخرناك لأنه قدمنا الدكتور زياد. أوكي، سلام القدس عليكم أستاذ ناصر وعلى الأخوة المشاركين. سلام القدس عليكم. أنا في الحقيقة يعني في موضوع التغطية الإعلامية للحرب في أوكرانيا، طبعا تفوق ساحق للغرب وحجب للوسائل الإعلام الروسية، فما بعرف الروس يعني مش معطين هالموضوع أهمية أم لا، أو هما يعني معطين أهمية على الجو أو ما بدهم على الجو، فما يعني شيء غريب الصراحة.
يعني شيء غريب انه يعني يعني السيطره كاسحه الصراحه. يعني انا دوب نعرف احنا اخبار يعني خلينا نقول منطقيه من قناه الميادين الى حد ما، وفي على التليجرام مجموعه سلافيه كده بتحكي بالانجليش، يعني بيجيبوا والله صور وفيديوز وحاجات يعني خطيره يعني. طيب انا الحقيقه على موضوع وينو زينون عم بيطلع فيديوهات وبيطلع هذا، بدنا نلاقي طريقة لتعميمها. اللي منكم عنده على تويتر ياخد زينون يضيفه، بصير يوصلوا يوميا عم بيطلع فيديوهات وأخبار وهذا. شو زينون هذا، شخص ولا شو يعني؟ ايه زميل معنا بالمنطقة. اوكي يا سيدي حيا الله. انا حقيقة بتكلم عن يعني يعرف الروسية جيدا وعلى اتصال بمجموعات في روسيا وعم يحصل وبأوكرانيا وعم بيعمل زوادي كويسة، انا عم تابعها يعني. نعم أنا حقيقة بدي أتكلم عن هواجس دولة الاحتلال. يعني قبل أيام في تعليق للقناة العاشرة الصهيونية ذكرت أن إسرائيل هي الدولة الأقل أمانا لليهود في العالم. أيضا هناك تصريحات لبعض جنرالات دولة الاحتلال تتكلم في نفس السياق وعن خطر الوجود لدولة الاحتلال. وقبل عدة أيام ظهرت أخبار عن شراء جزر، عن نية شراء جزر غير مأهولة باليونان كملاذ آمن السكان دولة الاحتلال عند اندلاع حرب. حقيقة هذا وغيره غريب وعجيب، كما يبدو أن هذا رأي قطاع من المجتمع في دولة الاحتلال، وهو ما قد يعني تدني الروح المعنوية وانهيار الدولة أمام مواجهة كبرى. حاليا أستاذ ناصر الأخوة المشاركين، حاليا نحن أمام نموذج على مرأى العين في أوكرانيا، حيث حيدت ودمرت الصواريخ الدقيقة المطارات والمنشآت العسكرية وبقيت الحرب داخل المدن. وهذا يحدث دولة مساحتها 600,000 كيلومتر مربع وجيشها ترتيب 21 على العالم. فكيف لو حدث مثله لدولة تتركز قدراتها في مساحة ومركز ثقل في عدة آلاف من الكيلومترات؟ لله في خلق شؤون. يعني هل كان من سكان أوكرانيا أو في العالم يتوقع في أول أيام السنة في 1/1/2022 بحدوث هذه الحرب وأن 4 مليون أوكراني يصبحوا لاجئين في دول مجاورة؟ أخيرا نقول وعد الله وأمر الله آت فلا تستعجلوه، وسلام القدس عليكم. سلام القدس عليكم، شكرا. بس الجمعة الجاي أستاذ باسم عاملين حسابك بمثل ما حكينا. بإذن الله عن الموضوع الفلسطيني بإذن الله. وأنا بشكرك على الاقتراح حقيقة أيضا. حياك الله. الله يحفظك ويسلمك. شكرا. أستاذ رضا تفضل. سلام القدس عليكم. سلام القدس. أنا كان في عندي نقطة على السريع، بس بدي هي أكثر من سؤال من إنه مشاركة. تفضل. ولكن النقطة اللي فيها الأستاذ باسم وخصوصا المعركة الإعلامية بالتغطية الإعلامية بمواجهة شراسة الحملة الإعلامية الغربية، طبعا هي تخلت عن كل قيمها ومبادئها واللي كانت تدعي الديمقراطية وحرية الإعلام، فكل هذا سقط سقوط مدوي. لكن بالجانب الآخر أظهر مدى ضعف وركاكة الوسائل الإعلامية المعادية للإعلام الغربي، إنه عدم التخطيط والتنسيق في بين المجموعات. أستاذ رضا كيف هلأ الصوت؟ هلأ منيح، بس قبل كان في خشية. لا إيه بس كنت مفهوم والله. لا ممتاز هلا بدون خشيه. فهذا اظهر مدى الطاوله عندك عم بترج او شيء، بس حطيت ايدك. ممكن فاظهر هذا مدى عدم التنسيق بين المجموعات الاعلاميه وان كانت ضعيفه اللي بتستند على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كان في التنسيق وبتوزيع المحتوى، وهذا بظن أنه بيتطلب قدر ممكن من التواصل بين هذه المجموعات. مثلا ذكرت مثل زينون أحد الأمثلة،
فيجب العمل على تشبيك بين هذه المجموعات. أحسنت، صحيح. هذا لا يعفي الدور الصيني والروسي بالإسراع بتأمين خطوط النقل، يعني المقصود في استعمال الأقمار الصناعية، يملكون القدرات التقنية والمادية للقيام بهذا العمل. فهذا كمان فجوة خطيرة جدا أظهرت أنه في معركة قادمة أنه يجب التخطي هذه المسألة. النقطة اللي بدي أنا استفسر عنها هي أنه بظل قيام هذا النظام العالمي الجديد اللي يجري بناؤه وإنشاؤه باللحم والدم وبالحصارات وبكل الوسائل، يظهر مثلا الهجوم هذه القمم العربية الإسرائيلية اللي عم يتسارعوا إلها العرب، واللي هي أنا بالغريقين يعني أفسرها أنه أي غريقين واللي أيتام النظام القديم اللي أحسوا بتخلي الأمريكي عنهم أو عدم إعطائه النوع من التطمين لمصيرهم اللي هن صاروا يشككوا فيه بعد الانسحاب من أفغانستان. حتى الإسرائيلي عنده تشكيك بمدى صوابية وثقة الغرب اللي كان يبثها دائماً لدولة الكيان المؤقت. ولكن السؤال، ما الذي يحمل الأنظمة العربية على شاكلة مصر والإمارات والأردن وغيرهم أنه ينسقوا مع دولة الكيان بالمستقبل اللي بيطمحوا أنه يكونوا فيه ضمن هذا النظام العالمي الجديد اللي هو قيد التشكيل؟ والسؤال كمان هو وعلامة استفهام، الصين وروسيا كيف ينظرون أنه هل إسرائيل هي موجودة داخل هذا النظام العالمي الجديد؟ هل هذه الدول العربية تستشف وتقرأ أنه بالنظام العالمي الجديد الصين وروسيا عندهم تحصيل حاصل أنه هناك دور ما لإسرائيل في هذا النظام العالمي الجديد؟ أنا هذا استفسار اللي عنده، بكتفي بهذه المشاركة وشكرا. شكرا أستاذ رضا، يعطيك ألف عافية. أستاذ علاء الزعبي، تفضل. سلام القدس على الجميع. سلام القدس عليك. تحياتي لحضرتك أستاذ ناصر ولكل الإخوة الموجودين. حياك الله. أول شيء أستاذ ناصر، بعد إلنا عتب عليك أنه ما عم نعرف وين في إلك لقاءات من خلال صفحتك على الفيسبوك، بنتفاجأ باللقاءات. والله قبل يومين أنا تفاجأت بلقاء الميادين، ما كانش موجود، مش عارف، يمكن أنا ما انتبهت. تويتر حطيت عنه، أو ممكن على تويتر مش على الفيسبوك. صحيح. هاي ملاحظة بسيطة في عندي. أنا مجموعة. حاضر. هي ملاحظة محبة يعني. طبعا طبعا، ملاحظتك دايما محبة. أستاذنا، في عندي أنا ثلاث نقاط بدي يعني هيك أعلق عليهم على السريع. أول شيء، متداول حاليا بالصحف وبالمواقع التواصل وبالإعلام أنه إحنا هاي اللي بنشوفها بأوكرانيا هي الحرب الكبرى وهي الحرب العالمية الثالثة، واللي بعدها مش زي اللي قبلها. أنا بحكي الحرب العالمية الثالثة حصلت في سوريا، واللي خرج من سوريا بيد عليا هو فرض يده العليا من سوريا. أوكرانيا تحصيل حاصل اللي عم بيصير فيها، وبالأساس العاجز عن اتخاذ قرار الحرب مثل ما هو حال الناتو حاليا ما عاد راح يقدر يغير بالموازين. هاي مسألة انتهت. صحيح. المسألة الثانية، الهجمة الإعلامية اللي بنشوفها على روسيا وحجب القنوات الروسية، ما احنا عشناه هذا الحكي بسوريا، وسوريا مش إمكانات روسيا، وكانت الهجمة أكبر واستمرت 10 سنوات، وكل فيديوهات هاي الفبركات والأفلام اللي عم بنشوفها ما احنا شايفينها، هاي الجزء الثاني اللي عم نحضره. صحيح. ومع ذلك شو غيرت بالميدان بسوريا؟
اوكي هم مالكين الاعلام ومالكين فضائيات ومالكين الميديا مزبوط، بس الميدان مين مالكه؟ والكلمه الفصل في الميدان مش بالميديا. صحيح. فما راح يكون لها نتيجه يعني حتى لو ملكوا هذا الاعلام. المساله الثالثه، الامريكي في وقت قوته وصعوده هو طول عمره اصلا بيعطي، هو بسم احنا ممكن متجاوزا نحكي حلفائه، هو بشوفهم عملائه، هو طول عمره بيعطيهم شيكات بدون رصيد، ولما بيحقق المكسب زي ما بيقولوها عندنا بالمثل الشعبي يمكن يطلع لهم من الجمل ذانه. هلا لا عاد في الجمل ولا عاد في ذانه، هلا عم يعطيهم شيكات بدون رصيد. هم بيعرفوا سلفنا بدون رصيد، بس كانوا يخافوا يفكروا بالموضوع. حاليا صار في مجال الناس تفكر، واللي قوة شوي عندها قدرة على يعني خلينا نحكي تفكر بمصالحها، زي تركيا مثلا مع كل كراهيتنا لأردوغان وسياسة أردوغان واللي عمله بسوريا، شو قاعد بيعرض على الأمريكي؟ بيقولوا روح اصطدم بروسيا، السيل التركي بيجيب له 15 مليار دولار عبور غاز وبعطيه غاز بأسعار تفضيلية، وبيقولوا روح وقفه واصطدم بروسيا. أوكي وشو بتقدم لي حضرتك؟ ولا شيء. بيتقدم لي إنه والله أنت واقف معي، أهلا واقف معي، إيش يعني واقف معي؟ وهذا بنسحب على الجميع بس بدرجات متفاوتة حسب القدرة. طبعا في ناس ثانية بتعرف انه الامريكي ما راح يقدم لها شيء بس بتعجز عن انها تحكي لا، وهذا موجود. هلا في مسألة ثالثة اللي عم بصير بالمنطقة، واجتماعات اسرائيل اللي دائرة من محل لمحل، بتعمل قمم وبتعمل اجتماعات. يعني وشو بتقدم قمم اسرائيل واجتماعاتها مع ناس اصلا مطبعين معها اذا علنا من سنة سرا من 100 سنة؟ هم من 100 سنة مع اسرائيل ورايحين جايين على اسرائيل. اوكي واعمل لهم اجتماع بكره بالنقب زي ما بده يعمل لقاء، او شو يعني شو بيقدم لاسرائيل يعني؟ ولا شيء. ما في محصله صفر. هاي بهلوانيات بالاعلام، يمكن لجبهته الداخليه يعني يخاطبها انه احنا هاي جبنا دول عربيه جديده لصفنا وعملنا وعندنا امتدادات، بس هو بعرف انه كل هذا الحكي بالنسبه له ما بيقدم ولا بيأخر. هو فصيل واحد مقاوم بكرة يعمل تفاهم هو والجهاد الإسلامي أهم عنده من كل هذول اللي جايين، أهم بالنسبة له. هذول ما بيقدموا له شيء، وهو واصل لمرحلة هو بيعرف واللي رايحين لعنده بيعرفوا إنه كل هذا الحكي ما راح يقدم وأخر. يعني حردانين على التفاهم مع إيران، طيب يعني الاجتماع هذا شو بيأثر على إيران؟ يعني شو بده يأثر يعني؟ وحتى مسألة إنه صرنا من يومين عم نسمع يشيلوا الحرس الثوري ولا يخلوا الحرس الثوري، إيران يمكن معتبريتها مسألة سيادية رفع الحرس الثوري عن قائمة العقوبات. أكيد الحرس الثوري ما فيش حدا منه بروح يسبح بميامي، ولا في حدا بروح يشم الهواء بباريس أكيد. يعني العقوبات لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة للحرس يعني، بس هي مسألة إيران بتعتبرها نوع من فرض اليد العليا بالتفاوض وبنتيجة التفاوض مش أكثر. ولا هي بامكانها ايران تقول له اوكي طيب وخلي الحرس على قائمه الارهاب، ايش يعني؟ ولا شيء. فبيحاولوا قاعدين يعملوا خداع بصري، يعملوا انتصارات وهميه، يعملوا امبارح حاطين صحيفه امريكيه كاتبه انه جندي امريكي دمر 7 دبابات واسر 160 جندي روسي. يعني صارت المساله على درجه يعني بطلت تقدر تناقش اصلا اللي عم بيحكوه، يعني سخيف جدا اللي عم بيطرح. هلأ وبالآخر رح نصل لمرحلة الميدان رح يحكي كلمة الفصل، وما رح يقدروا يخبوا الشمس بغربال يعني. وهذا كله مر علينا وشفناه بسوريا وبجنوب لبنان وباليمن وبفلسطين، بنعرفه يعني كله معروف بالنسبة لنا. ومسألة أخيرة، يعني أنا شوي هيك بستغرب من الزملاء والأصدقاء واللي بنتناقش إحنا وياهم إنه كيف مثلا الإخوان المسلمين وإعلامهم وصحفهم وكذا واقفة مع أوكرانيا وهذا الأوكراني يهودي. يا عمي هذول أولاد بريطانيا، هذول ما راح يكونوا إلا محل ما بيكونوا الإنجليز. يعني إحنا ليش بدنا نعيد ونزيد بمسألة محسومة بالنسبة لنا؟ هذول محل ما الغرب متخندق، هم مع الغرب، لا يمكن يكونوا ضد الغرب سواء إعلاميا ولا سياسيا ولا شو ما كان يعني. نعم. فهاي هي الكم نقطة اللي كنت حاب أحكيهم لك. بالعكس أضاءت شكرا، يعطيك ألف عافية. سلام القدس عليك. أستاذ برسوميان تفضل. سلام القدس على الجميع. لا بدي أتشكر الدكتور زياد أولا لأنه حرق لي كل الموضوع اللي بيحكي فيه، بس مع ذلك في كم نقطة فينا
نتداخل فيها. أول شيء بدي أدعو لله يحمي شعبنا في فلسطين ويقدموا على هالاحتلال لحتى يقدر يصمد بوشه. تاني نقطة بدي أحكيها هي عن الدور الأوروبي. الدور الأوروبي الدكتور زياد استفاق فيه، بس أنا عندي مقاربة أخرى للدور الأوروبي. الدور الأوروبي كان قدام مفصل، هذا المفصل كان لما شنت الحرب وآن الأوان لاتخاذ القرار. أوروبا فوتت الفرصة باتخاذ القرار لحتى تستقل. فمثل ما ذكر الدكتور زياد، أوروبا ستبقى خانعة أو للروسي أو للأمريكي، نقطة انتهى، ما عاد في عنا خيار ثالث، لأن أوروبا باستقلالية قرارها قد فات الأوان. هي من الناحية السياسية. هلا من الناحية الاقتصادية، وبقصد القوة الشرائية، اليوم منشوف كوني أنا مقيم في أوروبا، القوة الاقتصادية بالشراء عم تتراجع، المنتجات عم تتزايد أسعارها، عم يصير في طلب على بعض المنتجات ونقص في بعض المنتجات. مع ذلك القوة الشرائية كتير نازلة لتحت، هذا مؤشر كتير خطير للقادم من الأيام، ولازم ننتبه كتير أنه أوروبا هلأ مقبلة على صيف، والصيف فيها نشاطات وفيها احتفاليات، فيها كثير من النشاطات أوروبا تعول عليها، وخصوصا بعد مرور عامين من الإغلاق من كورونا. صحيح. والنقطة الأخيرة اللي بدي أعول عليها هو المجتمعات الأوروبية. المجتمعات الأوروبية لا زالت مغيبة، لا زالت منقادة مع الإعلام التحريضي ضد روسيا، لكن نأمل أنه يكون في قوة خلال المفارقات السياسية والاقتصادية، هي رح تعمل فارق لدى الجموع الأوروبية. وشكرا للمشاركة. سلام القدس على جميع. سلام القدس عليك أستاذ سميح، تفضل. سلام القدس عليكم. سلام القدس عليك. ماذا يعني تشبث الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى اتفاق مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي؟ وماذا يعني أنها على استعداد لرفع العقوبات عن إيران، بما يعنيه ذلك من مضاعفة الناتج القومي الإجمالي لإيران؟ ويكفي تدليلاً على ذلك أنه سيكون بإمكان إيران أن تضخ 5 ملايين برميل نفط يومياً، بس الأستاذ ناصر حكى لنا 6 ملايين وأكثر، أنا معلوماتي كانت 5 ملايين. نعم 6.7، وزير النفط الإيراني. Yeah. نعم. أنا كانت معلوماتي 5 ملايين. المهم بدلاً من قبل تطوير الحقول كانت 4.6. Yeah. يعني حوالي 5. قدرة إيران خلال 6 أشهر توصل لل 4.6، لكن خلال 2 سنين قادر توصل لل 6.7. يا 5 ملايين برميل نفط يوميا بدلا من 1,200,000 برميل تضخها ايران الان. وهذا البند وحده يعني زياده الناتج القومي الاجمالي بحوالي 167 بليون دولار سنويا. ولسه اذا كان 6.7 معناته بتحكي عن يمكن نص ربع تريليون دولار. وقص على ذلك كل الاقتصاد الإيراني، رفع العقوبات هو بمثابة قنبلة نووية اقتصادية. إيران كان يؤمل لها في مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية أن تصبح يابان الشرق الأوسط. آنذاك كانت اليابان ثاني اقتصاد في العالم، وتلك التوقعات كانت من خبراء اقتصاديين يعرفون تماماً القدرات الخبيئة لإيران وبالذات إنسانها. فالانبعاث الاقتصادي والتألق بين الأمم آخر مقوماته المادة الخام والثروات الكامنة تحت وفوق الأرض، وفي الرأس منها الإنسان. ومثال على ذلك اليابان، ما في عندها مواد خام. هولندا ما في عندها مواد خام، ومن أعظم الاقتصادات في العالم.
كان علماء الاقتصاد حينما قالوا ذلك يعرفون ماهية الإنسان الإيراني. هذا ما يعنيه الاتفاق النووي لإيران. أما ما يعنيه لأمريكا فهو بمثابة فارس طال امتطاؤه جواد الريادة والسيادة والهيمنة، وأزف وقت ترجله عن ذلك الجواد لتصبح الساحة يكتنفها فرسان آخرون يتشاركون معا في قيادة هذا العالم. عسى ولعل أن تصطبغ تلكم القيادة بشيء من الأخلاق والأريحية والإنسانية لطالما افتقدتها بالمطلق خلال المرحلة الأمريكية، فعادت هذه الإنسانية الأمرين وذاقت هذه الإنسانية الولايات المتحدة الأمريكية. سلام القدس عليكم. سلام القدس عليك أستاذ سميح، ألف شكر. أستاذ محمد تفضل وأنت الختام. أفضلت أخي ناصر، سلام القدس عليكم جميعا إخواني وزملائي. أنا عندي مقاربة شوي تختلف بجوز على مسألة اللقاءات، اللقاء الثلاثي وأبعاده، وما يحدث اليوم من اللقاء الخماسي وأبعاده. مقاربتي من زاوية شوي ممكن تكون مش واضحة كثير، لكن هي بالمفهوم السياسي هي محاولات مشروع. أعلن إعلام الكيان بأن هذا اللقاء، لما أعلن بنت عن لقاء الثلاثي في شرم الشيخ، هو تحالف ضد إيران. طبعاً الجهة العربية بقت صامتة، هو اللي بنت اللي عم بيحكي وهذا إنه واصل لشيء بحقق شيء. طبعاً هي عملية التطبيع هيك بين حسين تعليق، هي عملية إحنا بتعبيرنا الشعبي بنقول مهوبرة، يعني مهوبرة كأنه في شيء عظيم عم بيحدث بس هي فارغة، فيش منها نتائج يعني قوية. ومن هون الصمت العربي طبعاً ما فيش عندهم يحكوا شيء أصلاً يعني. وأنا أقول نعم هذا التحالف هو ضد إيران، ولكن ليس عسكرياً بالمطلق، لكن بالنتائج كمشروع. وما هي هذه النتائج؟ تأتي بالسياق مهمة دول التطبيع السابقة، مصر والأردن واللاحقة الإمارات والبحرين المغرب وما بعدها، منغمسة الآن. في حطينا حط بين قوسين أنهم هذول اللقاءات للأرجل المرتعشة، طبعاً كلياتهم مهزوزينها بيطاردوا شو يلحقوا، صحيح شو بدهم يلحقوا بهاللي جاي، صورة مش واضحة عندهم ومش عارفين شو المستقبل حامل لهم ولا عارفين ما هي النتائج بغض النظر عن ما يعلن ويقال. احنا بنحكي بالمفهوم السياسي، ممكن يكون شوي استراتيجي بالنسبة لهم طبعا. فهذه الدول شو بتعمل في العقل، خلينا نقول على خليل العقل العربي والدولي، هي تعمل على تعويم دولة الكيان بالنسبة لنا كعرب فلسطينيين بالذات، كمان دولة الكيان عربيا، والعمل على تتبيع مشروعيتها وإنها موجودة وهي من المنطقة كدولة من دول المنطقة، لأنه لحد الآن 100% 90% 85% من الشعوب العربية أكيد لا تعتبرها قائمة أو غير مستقبلة إلها ولن تطبع معها إطلاقا. المثل مثلا مصر 40 سنة تطبيع، ما فيش حدا فيهم ما بيحكيش إلا مع إيش، مع 2-3 مدير المخابرات والرئيس أو أبصر شو أو وزير الخارجية بالنسبة لمصر قصدي. بالنسبة لمصر هون عقب بيت حسين، مصر أعتقد مؤيدا مع الدكتور زياد هي دولة الآن تتماهى باتجاه مصالحها تتماهى مع الجميع، ولكن الموقف الحقيقي في باطنها. والجيش زي ما تفضل الدكتور زياد هو الجيش، أنا لا أؤمن أنه في جيوش في العالم لا سمح الله خائن، ما في جيش خائن إطلاق، ولا في جيش بخون وطنه إطلاق، واضح غلط نحكي بهذا الاتجاه. نعم الجيش بيحكم في مصر، نعم السلطة ناس أشخاص لواء أبصر إيش شخص كشخص ممكن، لكن هنا بس حبيت أعقبها من حسين للمعرفة في النظرة إن الجيوش لا تخون إطلاقا، صعب. فالمشروع بالنسبة لهم تعويم الدولة
أعتقد أنه ما في نجاح. لكن برجع بقول بالنسبة للأمير محمد بن سلمان عشان نأخذ ليش بيعوموا في هذا الحكي أو ماذا يجتهدون. أعلن قبل أكثر من شهرين وأنا بظل أركز عليهم بمفهوم السعودية كبالسياسة، لم تطبع، أعلن أن السعودية لم تطبع مع دول الكيان إلا بعد تطبيق المبادرة العربية والمتفق عليها في مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت عام 2002 وبوجود جميع الدول العربية. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا تلاقي بالمجموعة العربية وبالتالي التلاقي في بعض البنود الأساسية مع سوريا، هي نقطة تواصل في التلاقي بالأهداف، وهذه نقطة بعتبرها تلاقي مع سوريا. وهنا نلاحظ أن هذا الموقف هو تلاقي طبعاً مع سوريا. عم بكتب لأنه مختصرات بالنقاط وأحاول أحطها كفكرة. دولتان متفقتان على هذا الطرح، وهذا يعني بالنسبة لنا للسعودية وسوريا واضح هذا الطرح موجود في مؤتمر القمة. ثانياً مقابلة ولي العهد مع المجازين هاي أتلانتيك أو شيء أو الجديدة أو هاي، وما صرح به أيضاً سمو الأمير محمد بن سلمان، إسرائيل ليست عدو ولكن ممكن أن تصبح ماذا؟ أن تصبح حليف. لازم نحاول نقرأ بهذه الكلمات بعض الشيء، أي أن السعودية منغمسة بالكامل في النتيجة في هذا التحالف، هي بس من وراء الستار هذا المشروع، ولكن حاليا من خلف الستار طبعا. وعليه أن مشروع التحالف مبني على ما يلي: إعلان الكيان قبول العودة إلى مربع المفاوضات السلام مع سوريا حول الجولان، وأن هناك جدية لإعادتها يعني من قبل الكيان أن تعيد الجولان. يعني هم بيقرأوا بإسرائيل هم كلهم مرتعشين وبدهم حلول، وهنا بنحكي مع عملية التقاط اللحظة اللي ممكن أن هذا العدو هذا الكيان يحاول يحافظ على وجوده من خلال العودة إلى مفاوضات السلام وما يترتب عليها، لأنه برضو الكل خاض معركة مفاوضات السلام، يبدو هاي محاولة بهذا الاتجاه. عندي كمان واضح في تحول في أي وقت اللي هي بعودة الجولان كاملة لسوريا، وهذا الإتمام هذه الفرصة للموقف السوري هي يعني شو أقول لك، كاتب أنا نقطتين صغار اللي هي بدهم يخلوا سوريا أظن يتوقع قبل الفلسطينيين ويخلصوا من هذا الموضوع، وبالتالي إنهاء حالة إيش الصراع السوري بالنسبة لهم الإسرائيلي، هيك مفهومه، وصار في سلام. طبعا السلام هون بين قوسين، ليش أنا بقول بالسياق سيأتي بالنتائج، لأنه إيران شعارها وزوال الدولة و مرتبط أكيد بسوريا وبالحل الفلسطينية، القضية الفلسطينية هي قضية. فإذا حليناها بالسلام بلشنا نسحب البساط من أسباب الإنفلونس أو التأثير أو الجذب الإيراني نحو المنطقة، ضوعنا عليها خط إنه ضليش تقول العراق وسوريا والقضية الفلسطينية و هذه القوة التي تدفع التحالف بين المنطقة وإيران أن تستنفذ من قوتها وتسييبها، بحيث أنه يبطل كثير مهم الموضوع، وخاصة بالتحقيق السلام مع سوريا يؤثر ويخلو الفلسطيني متأخر، لأنه الفلسطيني عليه أن يقدم تنازلات كثيرة وبدهم يتشاطروا عليه كثير، وجماعتنا بالسلطة ما بيقصروا. فمن هون عدم التداخل بين المسار السوري يعني والفلسطيني سيبقي بعيدا على أساس يحافظوا على هذه الطريقة بالتفاوض للاستفراد بالقضية الفلسطينية. وهي كل هذا الحكي هو تطبيق اللي بسميها صفقة القرن، هو تطبيق ويعملوا على تطبيقها وجاهدين. هذا المشروع سيلاقي دعم غربي كامل وطبعا أغلبية عربية والاعتراض شرقي عليه، أي ستكون هناك مباركة عالمية، وسيكون الفلسطينيون للأسف الخسر الأكبر، لأنه هنا اللي بنحكي فيه عن تصوير القضية الفلسطينية. إيش بنحصل؟ إيش بيعطوا؟ بنقول مع أنهم سيحصلون على بعض الشيء الفلسطيني من الأرض، الضفة الغربية جزء منها منيح، جزء مسار جغرافيا بحكي
وأقل شوي غزة، وممكن توسعة غزة شوي بسيناء طردية للمساحة الجغرافية، طردية للزخم الجماهيري أو العدد السكاني تريحه شوي. وهذا المشروع هو سرقة الفن كما وضحت بالسابق، ملامحه وضع بعض نتائج هذا المشروع: انحسار حلف المقاومة عسكريا على الأقل، انحسار الدور الإيراني في المنطقة سياسيا، بالتالي إعادة الهيمنة، مش الهيمنة، هي الهيمنة الغربية الأمريكية في طريقة اقتصادية ليست عسكرية ولا إملاءات، وعدم ارتباط المنطقة ورهنها وعدم تحولها شرقا بالكامل، إعادة لملمة الموضوع اقتصاديا، ممكن يضخوا مصاري للفلسطينيين وتنمية ويعمل، فبالتالي تمييع الموقف الشرقي أو الأمور من أروح شرقا. هل هذا أنا بسميه مشروع؟ مشروع بس فكر بصوت عالي، ليست بمنطقة الإملاءات. أمريكا راح تسيس الأمور أكثر، ليس بمنطقة الإملاءات، وأعتقد هي مجبرة، وهي ليست بعمل عجز أكيد، وليس إنها والله بدأت تفقد سلطاتها على آخرين وتعطيهم خيوط وتتفاعل مع إيران. هي تحتوي فنزويلا راحت، ونوقف العقوبات شوي، بنخفف، بنكونوا بالسوق. هو تغير بالفكر الأمريكي باتجاه الخسارة، والخسارة جاي أكيد بعد معركة أوكرانيا، أكيد الخسارة ستكون واضحة. طيب عندي كمان، وكمان لاحظنا بأن أمريكا ستنفتح على إيران من خلال الاتفاق النووي وعلى باقي دول أمريكا الجنوبية كبداية مع فنزويلا، مما يترتب انحسارا مستقبليا لتمددها ويراهن على التمدد الصيني الروسي في العالم قدر الإمكان. وهي جزء من هذا التحليل خارج الصندوق، خلنا نسميه شوي أخي ناصر، لكن هو بالعمق فيه تفكير بماذا يدور بالغاية. شو بدهم طيب هذول المرتعشين؟ إيش بدهم؟ يعني إيش خايفين؟ كيف بدهم يحلوا مشكلتهم؟ هم مشكلة. فمن هذا التساؤل هنا أرى مواضيع زي هيك تشكل بعض الإجابات. ملاحظة: روسيا عندما تضع الحرب أوزارها، روسيا ستتابع معركتها السياسية المعلنة، وهي بالوصول إلى ضمانات أمنية مع كافة الدول ناتو. مش رح توقف عند بس إن انتهت الحرب أو وضعت الحرب أوزارها بأوكرانيا، سيظلوا يطالبوا بالضمانات الأمنية اللي قدموها بدون أجوبة عليها. وأعتقد بعد أن تشكج المدافع وترتبك أو تبين تداعيات الارتباك والخبصة في أوروبا، أعتقد الدول كثيرة من الناتو أو من الدول الأوروبية ستكون جاهزة لتبادل هذه الضمانات، وتحاول أن تكون خارج السياق الأمريكي وأخذ استقلاليتها قدر الإمكان عن القرار الأمريكي أو الإملاء الأمريكي الكامل. بس هذا بده شوية وقت، يعني بعد بضوء التداعيات على نتائج حرب أوكرانيا. وأرجو أن يكون هنا في حدا علق على أساس روسيا خانعة، يعني لا تكون خانعة مصر لأمريكا أو خانعة، لا بمفهوم الخنوع. روسيا ما تتعامل مع الدولة بالخنوع والإملاءات، روسيا تحترم سيادة الدول كافة صغيرها وكبيرة. عن روسيا خانعة؟ عن أوروبا خانعة. لن تتعامل معها بطريقة أنها تكون خانعة أوروبا، هي تريدها دولة ماشية وتبادل معهم تجارة واقتصاد، لكن بالضمانات الأمنية، لأن روسيا تريد عالم أقل حروبا، أكثر تنمية، أكثر سعادة، وهذه رؤياها واستراتيجيتها هي والصين معلنة، واستعمال قانون المجلس مش قانون المجلس الأمن الأمم المتحدة، يعني تطبق كل شرعيته وأن تفصل في كل نزاع بين الدول. هاي شغلة مهمة جدا. وسلام القدس عليكم. سلام حاول. شكرا. بدي اختلف أنا وياك هلا. مشكلة، مش مشكلة. احنا اختلفنا شوي بأوكرانيا، بس هي مش شرق وغرب. لأنه غرب أوروبا، غرب أوكرانيا لا يمكن أن تسمح في روسيا أن يبقى فيه مقاومة، لأنه ما بدها تطول المعركة طويلا كثيرا زي ما بيخطط الغرب. فهناك في إشي إنه تأخذ أهم شيء إنه بالنسبة إلى اللي حققته الدونباس، وإشي لازم هاي تأخذ دورها. وكل نلاحظ إنه بقول حدودها إحنا حررنا 93% من لوغانسك، حررنا 85 ولا 58% من دونسك. هذه المنطقة بيحرروها بالكامل بالشبر اللي هي الحقوق الجغرافية للحدود بإعلانها، يا إما جمهورية مستقلة، وإذا ربما يكونوا حكم ذاتي وتواصلوا لحل سياسي مع أوكرانيا ممكن ينعكس حسب رغبات الناس بالانتخابات. لكن لن تسمح من دون غرب أوكرانيا عفوا
مجال للقوى العاملة فيها أنها تطيل الحرب عليها. لن تشفى. شكرا لك. شكرا. أنا يعني ما رح أعقب على التفاصيل الجزئية في التوقعات لوين بتروح الأمور، لأنه برأيي هذا أمر الأحداث يعني رح تجاوب عليه. فنحن النقاط اللي يعني بتحقنا إيش بعتقد في ثلاث أفكار اللي بدهم نقاش. الفكرة الأولى اللي هي مستقبل أوروبا، يعني برأيي هاي فكرة لا يجوز استسهال القطع فيها بأجوبة يعني نهائية، تحتاج إلى تفكير، يعني هذا موضوع جدي. الموضوع الثاني مستقبل الصراع مع كيان الاحتلال بالمنطقة، كمان هذا موضوع جدي. الموضوع الثالث اللي هو الجغرافيا السياسية للمنطقة، شو القواعد الحاكمة فيها اللي هي أكبر من المتغيرات الطارئة السريعة اللي ممكن أنه تهضمها التطورات. بالنسبة لأوروبا أنا شخصيا أقول أنه نحن الآن ندخل مرحلة بعدنا ببداياتها، من المبكر جدا البناء على الإشارات التي توفرت حتى الآن لاستخلاص استنتاجات بعيدة المدى، بدأ وقت لتبين هاي العناصر. لذلك الاستشراف يجب أن يأخذ في الاعتبار أن ما بين أيدينا الآن من إشارات لا تصلح للبناء عليها، بده يبني على التخيل. وبالتالي بالتخيل أنا شخصيا أسمح لنفسي للقول أن فشل أمريكا في تقديم الحماية، شو بدي بالخطاب الأمريكي إنه جاي بده يقاتل بالأوروبيين، إنه أمريكا تعني بالنسبة للغرب وحتى للعرب، يعني حتى السعودي اللي عنده إرهاصات في إعادة صياغة علاقته بأمريكا، ما يعنيه في أمريكا أمرين. الأمر الأول أنها قوة ردع كافية بوجودها كحليف لمنع الآخر اللي هو مصنف خصم من التقرب. طيب هذا سقط، بدأ أن أمريكا ليست قوة ردع يمنع روسيا من التفكير بالحرب، وبدأ أن أمريكا ليست قوة ردع كافية لمنع ما تسميه أمريكا حرب إيران بالوكالة على السعودية، أنه أنصار الله برأينا هي امتداد إيراني، وبالتالي ضرب العمق السعودي هو خطة إيرانية تنفذ بالوكالة. طيب عال مشينا بهذا التحليل، هذا يعني أن أمريكا ليست قوة، هي عم تفاوض مع إيران وإيران مش قريتها مكمل مواجهتها مع السعودية. هي إذا أخذنا الرواية الأمريكية السردية الأمريكية لما يجري على جبهة الخليج، هي ترجمتها أنه إيران تحصل على ما تريد في الاتفاق النووي، لكنها لا تقدم حتى رسائل تودد وتقرب ومهادنة في جبهة الخليج تجاه حلفاء أمريكا، والخبط فيهم نازل. وبالتالي فإذا سقوط أمريكا كقوة ردع هذا جانب جوهري استراتيجي ما بتحلوا لحظة الفوضى الآن والصخب والصراخ والناس بعدها بقلب الحرب بتحسب كل كلمة بتقولها ممكن تطمع الروسي فيها أكثر، فبالتالي متلاصقة ومتماسكة وبدنا ندافع عن أوكرانيا. لكن شو الحسابات الداخلية بأوروبا التي استشعرت مع الانسحاب من أفغانستان، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وقالت علنا حتى بلسان جونسون البريطاني أنه ظهرت أمريكا قوة لا يمكن الوثوق بها، وأنه جرى استغفال أوروبا وعدم معاملتها كشريك. طيب الآن بأوروبا ما عم بيقولوا أنه كل اللي طلع معهم الأمريكان أنه يبيعونا الغاز الأمريكي، يعني أنه هي القصة كلها، أنه هذا الإنجاز اللي ما أوروبا لازم تفرح فيه وتعمل له الأعراس. وبالتالي نعم النخب الأوروبية أنا أستطيع أن أجزم من موقع التوقع مش من المعلومات أن هناك نقاش حقيقي، يعني شو موقع أوروبا المقبل، حتى التفكير بهي الوحدة 5000 اللي سرقوها سرقة من الأمريكان، أنه الموافقة على قوة أوروبية ويأكدوا عطول ليست بديل للناتو بل رديف مساعد وإلى آخره، للتفكير بأن أمن أوروبا يجب أن يؤخذ بالأيدي الأوروبية. مع طيب الأمن ما بده سقف سياسي، إذن على أوروبا أن تبني لنفسها سقفا سياسيا. وأنا رأيي أنه لا روسيا من القوة حتى بعد فوزها بالحرب حتى بعد فرضها لشروط ما إلى علاقة هون، يعني اللي بدي أقوله للأستاذ محمد، الضمانات السابقة خلصت اللي كانت طالبتها روسيا ما عادت كافية. الآن روسيا لن تقبل بأقل من فنلندا، السويد، مولدوفا، دول الجوار اللي مع روسيا، جورجيا بدها تعلن الحياد،
وتعلن أنها لن تدخل إلى الناتو بالمطلق، ويعلن الناتو بأنه لن يضمها بالمطلق بوثائق قانونية مصدقة ورايحة على مجلس الأمن ومقرة بمجلس الأمن. نموذج الأوكراني بده يتعمم. وبالتالي لكن هذا لا يعني أن روسيا أصبحت قاطرة جديدة بديلة عن أمريكا لأوروبا. أنا رأيي هذا التنافس الأمريكي الروسي سيحرر أوروبا من التبعية لأمريكا، والجغرافيا ستفعل فعلا. الجغرافيا اللي بتقول الغاز روسي يا أخي وين رايحين، وبالتالي بتاخد وقت، مخاض بده ياخد وقته. لكن أنا برأيي ما كانت مبينة أصلا بدايات إرهاصات ألمانية للتشاطر مع الروسي والتشارك مع الروسي، وكانت مصدرا لغضب أمريكي. هلأ حمقت أوكرانيا والعيون الزرق والشؤر والأمن الأوروبي على الحدود، والروسي فايت خارج إطار مفهوم سيادة الدول، وهذا أوكي عمل ردة فعل بهذا الحجم، لكن هذا ببلش يبرد لصالح الحقائق المتصلة بالمصالح. أنا على الأقل مقاربتي هي أن فرص يعني تشكل قطب أوروبي مستقل ستتصاعد وليس ستتراجع. هذا واحد. اثنين، اللي بدي يقوله بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لإسرائيل خلينا نتفق على شيء. عندها مشكلتين إسرائيل، ما فينا نحللهم بالسياسي. هو مشكلتين، واحدة بعقيدة الاستراتيجية وواحدة بالعقيدة نفسها، العقيدة الصهيونية. الأولى هي الجولان، لا إمكانية إسرائيلية للتنازل عن الجولان. خدوها مني يعني وسجلوها علي، الانسحاب من الجولان حتى باتفاق سلام مع سوريا، وهم بحط أنا 100 شحطة بقول مع سوريا ما في اتفاق سلام، حتى باتفاق سلام الانسحاب من الجولان يعني أن حزب الله أصبح في الجليل، ولو بتجيب قوات روسية أمريكية بتقعدها على الحدود بطبرية. أنا هذا كلام أقوله أمامكم وأمام الرأي العام، وواثق بأن قيادة المقاومة هذا هو قراره، وأن الرئيس بشار الأسد يعرف هذا القرار وهو شريك فيه. الجولان هو عيون إسرائيل ورئتيها وقلبها وكبدها، وأمن إسرائيل سيهشم ويدمر في اليوم الذي تخرج فيه قواتها من الجولان، وهذا يعرفه قادة الكيان. ولذلك هم أجابوا الروس مرارا وأجابوا الأمريكيين وأصروا صفقة القرن شرطة ضم الجولان مش التنازل عن الجولان، وهذا نص وقع عليه ترامب، لأنه بدون الجولان لا إمكانية للدفاع عن إسرائيل. كل إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها إذا تم الانسحاب من الجولان. هذا خلي نرجع نقرأ كل قادة إسرائيل العسكريين شو بيحكوا عن الجولان، وشو الأهمية الاستراتيجية للجولان، وتداخله مع مزارع شبعة ووقوفه فوق كل عمق الجليل. وإسرائيل هي الشمال، يعني اللي بيعرف يقرأ الموضوع الإسرائيلي اقتصاديا سكانيا استراتيجيا تاريخيا. الصراع مع لبنان كان صفر، فتدفقت كل المؤسسات الاستراتيجية لتحتمي بالتقرب من الحدود مع لبنان. جبهة مصر جبهة مشتعلة، جبهة الأردن جبهة تسلل مقاومة، جبهة سوريا فرضية الحرب موجودة عليها دائما. كل التقل هو الساحل الشمالي القريب من الحدود مع لبنان، باعتبار لبنان ما بعمره بشكل تهديد. قام فجأة صار لبنان هو التهديد الأول، وصارت كل مؤسسات إسرائيل الاستراتيجية تحت رحمة مقاومة وحزب الله. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية هي القدس، أنه طيب خي ما منروح على الجولان، منروح على تسوية شاملة، تسوية فيها سوريا وفيها الفلسطينيين. عم بحكي هلا من زاوية النظر الإسرائيلية، إذا التسوية مع سوريا ثمنها الجولان والصراع مستمر ما فينا، بدنا نروح على جولان ومزارع شبعة وفلسطين. طيب هاي مشكلتها أمرين، حق العودة اللي ما بيقبل حزب الله بأن تقبل أي دولة لبنانية الذهاب إلى تسوية دون الحصول على حق العودة، ومعه القدس يعني دولة فلسطينية فيها القدس الشرقية. طيب هول طبعا بتقرير بيكر هاملتون وصلوا لهم، يعني الأمريكان عملوا مفاوضات وحكوا مع ظريف، ومع كان هو سفير إيران في الأمم المتحدة، وحاولوا يجمعوا معطيات من كل الأطراف المعنية، الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكل قادة أمريكا التاريخيين اللي كانوا مستشاري أمن قومي واللي كانوا وزراء خارجية، بالتقرير 2006 تاع بيكر هاملتون بعد حرب تموز.
واضح أنه بيقول ما في إمكانية لتشوية بدون دولة فلسطينية على الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية، انسحاب كامل من الجولان حتى خط أربع حزيران، حق العودة للاجئين. بدون هاي ما فينا نلعب مع إيران ونشلحها علم فلسطين، وإيران لا تمانع إذا تم هذا أن تقاتل بالتوازن الديموغرافي الناتج عن حق العودة وبمناخ التوازن الناشئ عن الهزيمة الإسرائيلية في مثل هذه التشوية. لذلك إسرائيل لما إجت هيلاري كلينتون بال2010 تقول إن مستقبلا قاتما قبل هلا ينتظر إسرائيل، وقالت لهم والعوامل الحقيقة هلا عم نشوفها بالسياسي، لكن من وقتها هيلاري كلينتون يعني طاقم الخارجية والاستخبارات الأمريكية كان شايفها باستراتيجية، قال لهم العامل الأول ديموغرافي، ما فيكم تحكوا عن دولة يهودية ولم يعد بإمكانكم المشيء بالمزيد من المهاجرين، والتوازن الديموغرافي يعمل ضدكم، إذا بقيتم في أرض 67 أنتم من الآن أقلية، وإذا تركتم 67 وبقيتم 48 عام 2050 أنتم أقلية، وبالتالي لابد من حلقة دراماتيكية على المستوى السياسي. اثنين، أنه في زمن الصواريخ، وكنا عم نحكي 2010 زمن صواريخ غير هلأ، لا في مسيرات ولا صواريخ مجنحة، كان يعني المستوى اللي ظهر بحرب تموز هو المستوى الموجود. في زمن الصواريخ انتهى زمن الحرب الخاطفة والنصر الحاسم، وبدونهما لا تستطيع إسرائيل أن تخوض حربا، هذا نص مكتوب يعني عند الخارجية الأمريكية. العامل الثالث أن حلف الاعتدال الذي يشكل امتداد أصدقاء أمريكا في المنطقة والذي كان يمسك بناصية الرأي العام العربي، وهذا قبل الربيع العربي، يذبل ويفقد زمام السيطرة، ويصعب من يسمون أنفسهم بالممانعة، مستخدم هالتعبير لأنه أظهر من معركة جنوب لبنان أنه قادر على تحقيق شيء، بأن أرض لبنان تحررت بقوة هذا الحلف، وبالتالي هو بدأ يشكل بديلا مقنعا للرأي العام العربي. عم نحكي هلأ بعد يعني حرب تموز 2006 وبعد حرب سيف القدس وبعد معادلات الردع التي ظهرت ودخول اليمن ومحور المقاومة وانتصار سوريا، لسه أكثر وأكثر، بس أنا عمول هذه العناصر الثلاثة كركائز استراتيجية اللي إجت هيلاري كلينتون عليها لتقول تعوا نعمل نقلة. مع مين؟ مع محمود عباس، بلش هون فلسطينيا، شيلوا لي كم مستوطنة لنقدر نقدم خارطة ليست برقعا، هي كناية عن يعني شريط في أريحة بس موصول برام الله وصولا إلى أبو ديس، بس هذا الشريط يكون متصل جغرافيا. وجاوب شارون 25 ألف مستوطن ب 25 مليار، يعني مليون دولار للمستوطن، ما بقدر شيلهم، حط على الطاولة 25 مليار بندر بن سلطان لتعويم هذا المشروع، ولم يستطع أن يجد شريكا إسرائيليا. مسألة المستوطنين بفلسطين فوق طاقة، وهي تزداد تأثيرا فوق طاقة أي حكومة إسرائيلية، ومسألة الجولان مسألة أمن استراتيجي. هلأ على مقلبنا لنحكي، الرئيس بشار الأسد اللي طبعا ورث عن والده وعن الدولة السورية مشروع أنها تقبل بسلام وفق القرارات الدولية، موقفه الآن لا سلام إسرائيلي سوري، ما في سلام إسرائيلي سوري، في إما حل شامل لقضية الصراع يتضمن حلا للقضية الفلسطينية على قاعدة قرارات الأمم المتحدة، القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ومن قلب الجولان حتى خط أربع حزيران، أو ما في، سوريا لن تدخل سلاما منفردا، وبالتالي هذا منتهي، هذا نهائي. وموقع سوريا في محور المقاومة موقع تأسيسي، ليس من أجل تحسين الوضع التكتيكي في مفاوضات الجولان، بل من أجل الوصول إلى حل تستطيع قوى المقاومة أن تعتبره محطة من أجل مواصلة الصراع ولا تتناقض فيه سوريا مع قوى المقاومة، هذا ثابت نهائي استراتيجي غير قابل للأخذ والرد. إذا أخذنا هون وضفنا عليهم أنه إسرائيل مين بهمها اليوم؟ إسرائيل بهمها اللي بيدوا أمنها، ما بهمها اللي بيدوا بيانات الحكي، وحتى لو عمل تطبيع وسوقته عنه ها هنا نحن ندخل العرب والعرب أغلبهم معنا، هذا كلام بتحطه على تويتر، بس بالآخر ما يقلق إسرائيل هو أمنها، أمنها يمسك به الفلسطينيون قبل الآخرين، ويليهم حزب الله أو قبل سوريا،
يعني غزة والضفة والقطاع والقدس وأرض 48 وحزب الله في الأولوية، وبعدين سوريا، وسوريا بصفتها ظهيرا لهؤلاء أكثر من الجيش السوري بالنسبة لإسرائيل كمصدر قلق ومصدر خطر. وبالتالي أي تسوية لا تأتي بالأمن لإسرائيل، إنه أعطينا الجولان لسوريا وما جبنا أمن لا داخل فلسطين ولا مع حزب الله، وشو منكون عملنا؟ هذا لا تملك أي حكومة القدرة على الذهاب إليه. وبالتالي أمن إسرائيل أصبح بأيدي قوى المقاومة. لنحكي بصراحة، حتى مع سوريا قوى المقاومة شريك كامل في القرار، وبالتالي سوريا ليست بوارد أن تخسر حلفة مع قوى المقاومة بحسب غير المبدأ العقائدي بالنسبة للرئيس الأسد أنه ركن من أركان الفكر المقاوم. بده يفترض عم يتصرف كرئيس دولة سورية صرف، ما له مصلحة أن يخسر قوى المقاومة لينجز تسوية مشوهة ومبتورة ما فيها حل القضية الفلسطينية. لذلك وعند قوى المقاومة الممسكة بأمن إسرائيل ما في تسوية، يعني فيها إسرائيل تنسحب بس ما حدا بيمضي لها. وبالتالي مأزق إسرائيل اللي عم بفكر إسرائيليا، يعني حط حاله محل وشو بيطلع معهم، ما عندهم حل. هو مأزق وجودي بنيوي ما له حل، ما عندهم حل. عندهم شراء الوقت. شو شراء الوقت؟ بالتهدئة، انه بدل ما يخلوا المستوطنين يصعدوا يسرعوا بموضوع القدس يمسكوهم عايدهم، منهم قادرين. الذي يمسك بدفة الآخر مش الحكومة تمسك بدفة المستوطنين، العكس هو الصحيح. وبالتالي قانون الصراع مش دائما الإيرادات تستطيع أن تجد لها منفذا في التعامل مع قانون الصراع، لأنه التاريخ مش هيك. التاريخ في حقه باطل، في حدا واقف على محل الخسارة حليفه الحكمي، وفي حدا واقف على محل النصر حليفه الحكمي. واللي واقف على محل النصر حليفه الحكمي إذا ما عرف هو يشتغل ما بيروح حقه بالنصر، بيتأجل. وكذلك اللي واقف على الضفة التي يعني نصيرها الهزيمة ما بيروح نصيبه من الهزيمة، بيتأجل. نحن الآن بمرحلة لا تملك إسرائيل أن تغير فيها الاتجاه العام، تقدر تشتري وقت. هون بيجي للنقطة الثالثة الأخيرة. أنا أنظر بعين أخرى الحقيقة للقاءات اللي بالمنطقة، يعني الحكي مش بس إنه هي مش إطار تخطيط وشرم شيخ ومواجهة جديدة. طبعا أنا بالنسبة لمصر أشارك القول إنه لا تتسرعوا في الحكم على مصر. طبعا أنا أدين يعني كل الخبريات اللي لها علاقة بالموضوع الإسرائيلي والتطبيعي وسواه، يقول يجب هذا الكلام أن يقال. هاي ثقافة، هاي ما لها علاقة بالتكتيكات السياسية. ما بنقدر نحن كرمال تفهمنا لطريقة أو فهمنا لطريقة تفكير القيادة العسكرية في مصر اللي هي صاحبة القرار أنه نقول ما عليه شيء غض النظر عن التطبيع. نحن واجبنا أن نندد وأن نقول وأن نفتح العين، لأنه هي ثقافة للرأي العام المصري والعربي والإسلامي والعالمي. لكن لما بنقعد نحلل، تحليل غير الموقف، يعني التحليل هو محاولة فهم الذي يجري. أنا بال86 كنت مدعو على مصر، كان كم ديفيد يعني بالذروة من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، واستغربت الدعوة الحقيقة، لأنه أنا وقتها جريدة الحقيقة كانت واسعة الانتشار بلبنان وسوريا وإذاعة المقاومة، وأنا رئيس تحرير وهذا، وحكوني قال أنه نحن عاملين ندوة وراغبين أنه أنت تكون مشارك ومتحدث أساسي فيها. وقتها بقيت على بالمطار شي 6 ساعات لحتى فتت. يعني بالنقاشات اللي صارت في 4 ألوية مشاركين بالأبحاث، وعنوان الندوة هو حرب المياه في الشرق الأوسط. ووقتها بدا لي بوضوح يعني قراءة جنرالات الجيش المصري للتعاون المستقبلي الإسرائيلي الأثيوبي من أجل محاصرة مصر بالمياه. فبالتالي وأنه قالوا لي بصراحة أني لا نزال كل دراسات الأمن المصري والاستراتيجية المصرية مبنية على قاعدة إسرائيل عدو، وعلى قاعدة أن المهدد الأول للأمن القومي المصري هو إسرائيل. بالتالي أنا أقول نعم هاي مصر، لكن وهذا لا يجب أن يؤدي بالمطلق إلى التسامح مع فكرة التطبيع أو إلى تسويقها وتهوينها تحت شعار تفهم الاعتبارات المصرية. هذا يجب أن يؤدي إلى عدم استخدام لغة حادة في الحديث عن الموقف المصري، يعني إلى مخاطبة مصر بمنطق
نحن نرغب، ندعو، ننتظر، نأمل أن تخرج مصر من هذا الثوب الذي لا يشبهها، أن تستعيد مكانتها كطليعة قومية. هاي اللغة الخطابية في التعامل مع الواقع المصري. لكن ما أريد قوله حول كل هذه الاجتماعات، وهي قناعتي على الأقل، أنه اليوم الكل ليش مع إسرائيل؟ لأنه إسرائيل خصوصية أمريكية. الآن مع الأمريكي جاي بده يوقع الاتفاق النووي مع إيران، وجاي بده يسوق، بده ياخذ انه يرجع لعنده لترامب، لبايدن، بلينكين، يقول له مش الحال. هم اجتمعوا ليطلبوا ثمنا موحدا، انه نحن لن نعطل الاتفاق النووي، نعترض على انكم خضعتم للمطالب الإيرانية، لكن نحن لن نعطل، نحن نتفهم الظروف الأمريكية، مقابل استثنونا من طلباتكم في العقوبات على روسيا، حيدونا من المشكل مع روسيا، نحن لا نحتمل أن نشتبك مع روسيا، كل واحد له سببه. مصر تشارك في هذا، مصر تشارك في الحياد في المواجهة مع روسيا، الإمارات تشارك، إسرائيل هي الطليعة، تركيا عم يحكي نفس الكلام أصلا، أنه نحن بنفهم أو ما بنرفع سوية الخطاب الاعتراضي على الاتفاق النووي مع إيران اللي بعتونا فيه واللي تخليتوا عننا فيه، مقابل مثل ما أنتوا عندكم مصالح راضيتوها بالاتفاق، تركونا نشوف مصالحنا في موضوع روسيا. أنا الإسرائيلي إذا بدي روح على مشكل مع روسيا، طياراتي بتسقط وطياريني بدي يروحوا أسرى، ومين بيجيب لي إياهم؟ أنتوا والمصارف الإسرائيلية تنتظر الأموال الروسية والسياح الإسرائيلي الروس والطائرات الروسية في المطارات، ومثل الإماراتي، وعم يحكوها الأمريكان على كل حال، يعني مش مخبأ أنه مئات المليارات تتلقى عروضاً متنافسة بين تركيا وإسرائيل والإمارات. مصر حجم التأثير السياحي الروسي ومن جهة، والمفاعلات النووية التي تبنيها روسيا من جهة أخرى، والاتفاقيات التعاون العسكري، يعني مصر لا مصلحة لها بأن تقع في القطيعة مع روسيا، لذلك هي تقايض، تشترك في هذه المقايضة اللي فيها إسرائيل إلى كلمة، وإذا قالت باسم المجتمعين وحصلت على الموافقة، كل الحاضرين بيكونوا استفادوا من هذه المظلة الإسرائيلية التي يقام لها حساب في أمريكا. لكن هل نحن أمام حلف إسرائيلي عربي الآن؟ الناتو العربي هذا اللي نحكى فيه راحت أيامه، هذا بكرة بتشوفوا إسرائيل عويل على الاتفاق النووي، السعودية ذاهبة لتفاهم هي والإمارات مع إيران، التطبيع اللي كان بالنسبة لهم يعني هو خطوة استباقية للمسار القادم في المنطقة، الآن هو عبء يريد، وعم يقولها على كل حال محمد بن زايد، ايه نحن طبعنا مع إسرائيل، ما رحنا طبعنا مع سوريا كمان، بمعنى انه نحن القوى اللي بالمنطقة ما بدنا عداوات مع حدا. مش قال داود أوغلو بالزمان نريد عداوات صفر وفشل، نحن نريد أن ننجح في العداوات صفر، ولا نريد للتطبيع، وراح قال له نيالا الإيرانيين، ولن نسمح لأن يكون التطبيع مع إسرائيل مدخل لأن تستخدم إسرائيل أرض الإمارات أو أجواء الإمارات أو مياه الإمارات لإلحاق الأذى بإيران. هذا الشيء اللي ما قدر يعمله البحرين، وأنا عشان هيك لما استعملت بالحلقة مثال قلت أنه بكرة إذا إيران فاتت على البحرين شو في يعمل لهم الأمريكاني، لأنه البحرين لم تفعل ما فعلته الإمارات. وبالتالي أنا قناعتي أنه الموج الهابط لأمريكا في المنطقة لا يمكن أن يصنع موجا صاعدا لإسرائيل، يعني هذا بالنسبة والتناسب، إسرائيل أصلا فقدت قدرتها الهجومية، لو ما أمريكا مأزومة كان بيكفي نقول أنه فقدت إسرائيل موقعها الوظيفي في الخطة الأمريكية، وهذا مبين بكل التعامل الأمريكي. كيف إذا الأمريكي عنزول والإسرائيلي عند الأمريكي عنزول؟ هذا هو المشهد، هذا مشهد محور المقاومة في صاعد، وقوى محور المقاومة صاحبة الإمساك بزمام المبادرة، نقطة الضعف الأساسية في محور المقاومة العراق، وأنا من الذين يقولون أنها الآن مش بدأ الترميم، لا، هذا سياق طويل، هذا سياق ما بينحل بكبسة زر، لكن بلش في يتبلور فيه إرادة، وبلشت تبين قدامنا الحسابات تتأرش بأرقام بمعادلات. وبهذا المعنى أنا أقول الذي يجري في العالم والذي يجري في المنطقة يصب الماء في طاحونة محور المقاومة،
وهنا وفي الختام وقبل أن يعني نخرج من هذه الحلقة أريد أن أقول كلمة واحدة. نحن جميعا مدينون لليمن. الذي فعله اليمن هو الذي غير معادلات المنطقة، والذي فعله اليمنيون، ونحن في يعني ذكرى 7 سنوات على بداية العدوان على اليمن، لنقول أنهم نعم هم الذين كتبوا هذه الصفحات الجديدة في تاريخ المنطقة. حتى إسرائيل هلأ لما عم تعمل حساباتها إلى قوسها الهابط بتقول أنه اليمن حيث الصواريخ الدقيقة التي تطال إيلات وما بعد إيلات، وما عادت المسألة مسألة الجنوب والشمال، بل أصبحت جنوب الجنوب أيضا الذي يمثله اليمن. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. وكما اتفقنا في الحلقة القادمة سيكون لدينا نصيب أساسي للوضع في فلسطين. التحية للمقاومين الأبطال الذين يعني كتبوا اليوم صفحة مجيدة جديدة في تاريخ أمتنا، وإلى اللقاء.